لا انا مش شايفه. ده انا شارب فودكا، العصير هيعلي معايا. اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله عليك. انت بتعمل ايه؟ انت فاكرها لانكا؟ بعين يا يونس، في ايه؟ انت لما انت تعين انا اعمل ايه طيب؟ عينت خلاص. نقرا تقروا الفاتحه؟ وما يا بنت اقعد هنا. اه والنبي يا عم انا عايز اقول كده من الصبح. حاضر. ليه؟ في يا اخوانا البضاعه عجبانه واحنا شاريين، كاتب الكتاب والدخله الجمعه الجايه. انت مستعجل عليا يا جدع انت. ومين فيهم يا بنت اللي هيخش عليك؟ يونس طبعا يا بابا. مين فيهم يونس؟ انا طبعا يا بابا، انا طبعا يا عمو. بقول لك ايه يا جدع، طب هو انا مش مرتاح للجواز ده. قوم يا بنت خش جوه. حركه. حاضر. اما نشوف بقى مين خان يونس دوت اللي ظهر فجاه. تسمح لي بكلمه على انفراد؟ اوريك مين خال يونس اللي طلع فجاه ده؟ هنطول اجيب معايا العلبه ولا؟ بالعلبه يا حبيبي. ما تخبطوش والنبي. ما تخافش انا مش هاذيه. انا عايز الفانيلا بس. سيجاره يا ابو عليا؟ ما دخلش. ابو عليا انت عمرك رحت كفر الشيخ؟ لا. يا شيخ. الست امتثال جارتكم اللي في الدور الرابع خامس شقه على الشمال، اخبارها ايه؟ الحقيقه انا علاقتي محدوده جدا بالجيرانها. محدوده لدرجه انك تجيب لها سلسله ما شاء الله عيار 18؟ ده بيوصى على سبع جار. والخمس كراسين للامبراطور اللي هديتك بيهم. النبي اللي بتهدي؟ وقميص النوم الشيفون اللي ده بيتوتي صوتك. تصلوا الحوض. النبي يقول واحدة كمان. النبي بقى تنيل، انت اتطلعت راجل تافه. اوعى تيجي الفرح بالفانيلا. لا هلبس حاجة تحتها. يا يويو كاتب الكتاب والدخلة يوم الجمعة الجاي. أنا آسف يا يونس. هو إيه اللي حصل؟ البوهيمي كان عايز يقتلني يا يونس، بس الرصاصة جت فيك أنت. بس الحمد لله الجرح سطحي. أنا قلبي كان واكلني عليك أوي يا ابني. يا ريتها كانت جت فيا أنا. إيه؟ محاولة اغتيال رجل الأعمال المشبوه مجدي تختوخ. أنت إزاي ما تقوليش على حاجة زي دي؟ ها؟ معايشني مع التاجر مخدرات وسلاح وقتله قتله وتقول لي خلك. اسم الله يا اختي، اسم الله. هي مالها متفرعانه علينا قوي كده ليه يا يونس؟ ما تشوفي ادبك عامل ازاي عليها يا عروسه. طلقها يا يونس، طلقها وانا اجوزك ست ستها. شش انت تسكت خالص، انا مش عايز اسمع صوتك. يونس لازم يخرج برا حالا. ممكن تسيبنا لوحدنا شويه؟ اتفضلي سيبينا لوحدنا شويه. بيقول لك انت اصلا. انا اسيبكم يا يونس؟ في يا عليا كل ده؟ الموضوع مش مستاهل. وبعدين انت فين كل ده وسايباني؟ روحت بعد الفرح، كنت جعانه اكلت ونمت. كلتي يا عليا؟ انت جوزك اتضرب بالرصاص في فرحك يا عليا. ما انت ضربت قبلي بفيها يا يونس. وبعدين انت ازاي سكت على واحد زي ده؟ ده ضرب ماما وهزق بابا، ده ما دخلش بابا الفرح اساسا. بص يا يونس، الراجل اللي بره ده لازم تبيده حالا. حبيده يا عليا حبيده. انت فاكراني مبسوط انه موجود في حياتي؟ لو انت بتكرهيه مره انا بكرهه قد 50 مره. يا ريت الرصاصه كانت جت فيه وخلصتني. طب ومستني ايه؟ اخرج دلوقتي وقول له بره ما يجيش هنا تاني. ما ينفعش يا عليا، هقول له بس مش هينفع دلوقتي. على فكره انت هتفضل كده، انت هتفضل طول عمرك فاشل، انت فاشل يا يونس. لا يا عليا انا مش فاشل، انا دلوقتي بقى معايا فلوس وعندي فيلم بيتصور ولما ينزل هيكسر الدنيا. اعمل لك ايه اكتر من كده عشان اثبت لك اني استحق اتجوزك؟ هو انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ انت شميت نفسك بس بسبب المجرم ده، تقدر تقول لي لما يتقبض عليه انت هتعمل ايه؟ بص يا يونس انا اسفه. مش هقدر اكمل معاك. انت عايز البتادين ده؟ خديه يا عليا، خديه يا عليا، خديه خديه. هات. اقرا انت تتعظ. انت كلبله بلا شط. انا قلبت الدنيا عليك يا دوله. ينفع كده تخدنا عليك وما تسيب لناش خبر؟ سيبنا كردي والنبي. أنا قلبي وجعني وصدري طبق عليا. لا مش هسيبك يا دولة. أنا ساكت من بدري. لحد إمتى هنفضل رامين أشغالنا ودايرين ورا الواد اللي اسمه يونس ده؟ نأكله ونشربه ونغسل له هدومه وننضف له بيته. ده ناقص نشطفه. يسكت يا جوردي بقى. لا مش هسكت يا دولة. إحنا حياتنا باظت من ساعة ما الواد ده ظهر فيها. بقى المعلم مجدي تختوخ عملية زي لبن العصفور، أكبر عملية في تاريخك يا بلد.
تبقى بتتسحب من تحت ايده وهو قاعد بيخرط ملوخيه. مادي تختوخ اتضرب عليه نار. ده المكان اللي انت واقف عليه ده دفنتلك فيه بتاع خمسة ستة من اللي عصوك. اديك النهارده واقف بتعيط عليها دولة. انت اللي عملت فيا كده يا كردي. من ساعة ما زرعتلي قلب امي كنت سيبني اموت يا كردي، بس اموت ذكر زي ما عشت طول عمري ذكر. انا كنت احط ايدي في جيب زمان اطلع 100 حتة سلاح. بص يا شايل يا كردي، بص بص ايه الهبل ده يا كردي، ايه الهبل ده؟ انا انتهيت يا كردي خلاص، سكتها ما بقتش تلزمني. انا لا عارف ابقى رئيس عصابه ولا عارف ابقى ام مثاليه. صفي كل اشغالي يا كردي خلاص، وان كان على لبن العصفور مش عايزه، خلي البوهيمي والرجاله يشبعوا بيه. وامشي وسيبني يا كردي، امشي وسيبني، بس وعدني قبل ما تمشي انك ترجع البيت تلم الغسيل، لاني نشره بقالي يومين والدنيا شكلها هتوتر. هتوتر يا كردي، الهبل ده.